داخل اعمل عمره وبقول رساله لامي ياما اللي ربنا مديهولنا كتير قوي، اوعى تزعلي على حريق السنتر. مول كامل بقى على الارض، اربع ادوار بكل الخير اللي فيهم راحوا، وفي النهايه ظهر صاحبهم بيضحك ومبسوط بعد اللي حصل. حكايه غريبه لصاحب مول المنوفيه الشهير، ليه الراجل ظهر مبسوط وفرحان بعد اللي حصل، وايه اللي قاله لوالدته علشان يرضيها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. وقع في غاية السوق حصلت في محافظة المنوفية، بالتحديد في قرية بوها شطنوف التابعة لمركز إشمون بمحافظة المنوفية. مرة واحدة حصلت مشكلة في محطة بنزين قريبة من مول شهير، ومسكت النار وكلت كل حاجة. كل اللي كان في المول راح، أربع أدوار كاملين راحوا، واللي فيهم بقى في خبر كامل. كان فيهم مفروشات على أعلى مستوى وكلها انتهت. اللافت إن الخسارة الكبيرة دي واللي كانت بالملايين ما أثرتش خالص على صاحب المول، اللي ظهر بعد الواقع على طول في فيديو وهو مبتسم ومبسوط، لا همه اللي حصل في المول ولا همه حاجة خالص غير سلامة والدته ووالده. هو عمل الفيديو ده بالتحديد علشان والدته، حاول يطمنها، حمد ربنا على اللي حصل، قال لها الله أعلم كان ممكن إيه اللي يروح في المول ده، كان ممكن يكون الوالد أو أي حد تاني من الأسرة، وستر ربنا إن ما حصل لهمش حاجة. اوعي تزعلي يما، وربنا يكبر بخاطرنا. والله أنا ما زعلان، هو زعل المال بيروح ويجي. وعشان كده هو مبسوط ومرضي دلوقتي، حمد ربنا على الخسارة اللي حصلت وإنها جت في المال بس، كان ممكن تيجي في أهله ووقتها كان هيزعل فعلا. مالك المول طلع على طول بعد الواقعة وراح على الكعبة هو ووالده، راحوا يعملوا عمرة ويحمدوا ربنا إنها جت على قد كده. عنده ثقة رهيبة في ربنا، متأكد جدا إن اللي حصل ده شال عنه حاجة تانية كبيرة، الحاجة دي يمكن كانت تكون الأهل، الأب أو الأم أو الزوجة أو أي حد منهم. السنتر ولع أو الشقة اتحرقت، والله العظيم ربنا لا يبعت لنا خير أحسن منه، ولا يعوض علينا عوض أحسن منه. صاحب المول وضح إن عنده بعد المول ده اتنين تانيين، وكلهم ما شاء الله شغالين وفيهم من الخير كتير، واحد في بولاق والتاني في المنوفية، وكلهم شغالين وأمورهم تمام. ولما حب صاحب المول إنه يشرح للناس إيه سبب سعادته دلوقتي بعد اللي حصل في المول، حكى إنه في الأصل خالص ما كانش حالته حاجة، لكن حالته مول ولا اتنين ولا أي حاجة خالص، وبفضل ربنا وكرمه عليه وعلى أسرته بقى عندهم كل الخير ده، ومفيش أي ضرر لما الخير ده يحصل في جزء منه مشكلة متعوضة في باقي الخير. في النهاية شكر صاحب المول الأجهزة الأمنية اللي حاولت بكل قوتها إنها تساعد في حل أزمة المول، وإنهم يلحقوا جزء منه قبل ما ينتهي خالص، وكمان شكر كل الناس اللي حاولت تساعد في الواقعة دي، كل سكان المنطقة المحيطة للمول اللي عملوا اللي عليهم. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس قبل ما نقفل الفيديو حابين نعرف رأيكم في صاحب المول ده، هل في ناس زيه كده دلوقتي اليومين دول ولا قليلين؟ ولو أنت مكانه كنت هتعمل إيه؟